السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. أيها الأحبة، هناك مصحف وجدت فيه بعض الأخطاء، أود التنبيه عليها وأرجو نشر هذا المقطع. طبعا هذا المصحف وجدته في أكثر من مسجد وطباعته شامية، كما تلاحظون الطبعة الأولى 1425 في سورة الأنفال آية رقم 17: وما رميت إذ رميت. لاحظوا هنا الذال مفتوحة وهذا خطأ، إذا رميت، لا، هي إذ رميت. طبعا ولو نلاحظ نفس الآية في مجمع الملك فهد طباعة المصحف: وما رميت إذ رميت، شوفوها ساكنة. الخطأ الثاني في سورة المؤمنون آية رقم 62: ولا نكلف. لاحظوا اللام عليها شدة بس ما عليها كسرة، البعض قد يقرأها ولا نكلف وهذا خطأ، هي كسرة. ولو لاحظنا نفس الآية في مجمع الملك فهد طباعة المصحف الآية 62 سورة المؤمنون: ولا نكلف بالكسرة، وهذه القراءة الصحيحة، ولا نكلف. الخطأ الثالث في سورة النور الآية رقم 4: والذين يرمون المحصنات ثم. لاحظوا ثم ما عليها شدة، ثم ثم، لا، هي ثم. ولو لاحظنا نفس الآية في مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الآية رقم 4 سورة النور: ثم. لاحظوا الشدة، ثم. طبعا لاحظوا نفس الجامع فيه أكثر من نسخة لهذا المصحف وكلها فيها نفس الأخطاء: وما رميت إذا رميت، وهي إذ رميت، إذ رميت. لذلك وصيتي أن تحرصوا على نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، مي علشانها في السعودية، لا والله، لكني زرتهم والله رأيت منهم الحرص الشديد لإخراج مصحف. لاحظوا ما يصدرون المصحف إلا بعد أن يمر بخمسة مراحل أو أكثر من ذلك، يعني لو حصل نقطة في صفحة واحدة أزالوا الصفحة وعادوا كتابتها من جديد. وكذلك وصيتي لأصحاب الفضيلة من المشايخ والخطباء وأئمة المساجد، ما يضعون في مساجدهم إلا المصاحف الموثوقة كمجمع الملك فهد.